عليك السلام. انت مدرستكم عجيبه. ايه بلا حماس ما ادري ايش اسوي والله ما ادري ايش اقول. اول ما دخلت المدرسه ما حد جاء يعني يصور تلفزيون، وهذا اول مره حد يجي يصور تلفزيون. عشان كذي انت ايضا الورد؟ ايه. حق منو؟ حقك. اليوم عندنا حفله يعني فعاليات. ليش انت كلها تسمعيني؟ مستانسه والله وناسه. وناسه اليوم؟ حيل ستانسن. حيل الجهرة دائما انشطتهم متميزة. متميزة والله الحمد. جاهزين؟ جاهزين؟ هذا الأرض يسري في عروقي لتنا شمس بوقت الشروق. حب هذه الأرض يسري في عروقي مسر نور الشمس في وقت الشروق. أنا شايفك ما أدري وين؟ في القصرية. أنت بين مدرستك؟ أكيد. شنو سر الكشخة اليوم هذه؟ قولي لي، أعطيني سر الكشخة هذه. شنو قولي؟ عشان حفلة. والله الحمد لله احنا دائما نطمح ان البنات ان شاء الله يداومون بنشاط وحماس وحيوية. شنو اليوم؟ شنو في اليوم؟ فعاليات. استانسين؟ خلي مدرستنا والله خلي الكويت. قاعد نسوي طابور الصباحي كي يوم نسوي بالمدرسة، وأحلى طابور صباحي طابور مضيمة بنت الخرف. شنو يعني طابور متحرك؟ طابور متحرك إن يكون المتعلمات مو جامدات بالطابور، في حركة، في إنهم يدخلون يتحركون، في حركة جسدية معاهم. أذكركم على الفعاليات والأشياء اللي سويتون لها المدرسة، وأحب كل الأبلات وإن شاء الله يتوفقون وروح سادس وتعلم أشياء ثانية جديدة. تعلمتي وايد من الخامس؟ تعلمت واجد. عندنا اليوم نشاط مدني وواجد مستمتع. أكيد. أكيد. شلون الفعاليات؟ الحمد لله مية مية أصلاً. من عمر إحنا نسوي طابور متحرك وما نسوي في التخلف، ودائما توجيه يزورنا. نعم. شنو كان الهدف من الفعالية؟ الفعالية الهدف منها حيوية الطالبات، نشاطهم، التزامهم بالدوام الرسمي، التزامهم بطابور المدرسة، رفع شأن دولة الكويت بتحية العلم. أنا أحب القبس. أكيد تحبي القبس؟ إيه. بنات تحبون القبس؟ إيه. تابعونها؟ إيه. أكيد. إيه. شكرا الحين عشان جيتونا. إيه. وباي. شلون الحفل اليوم؟ حلو. خلاص مدرسة بعد راح تخلص؟ خلاص. شلون المدرسة كانت معاك؟ زينة. إن أنتم تجون وتسمع وتضيفونا بمدرستنا. والله ما أدري إيش أقول لك صراحة، ما أدري ما عندي رد. يعطيك العافية. وعافيك. أذكر جهود رئيسة قسم التربية البدنية ورئيسات الأقسام المتعاونات معنا في المدرسة والمعلمات المتميزات على هذا الجهود وعلى إظهار الصورة اللائقة لمدرسة أميمة بنت خلف. تابعين الغبس؟ بلى تابعكم. الحمد لله. يلا مشكور. حياك الله.